وصفة يخنة الكفتة مع البطاطا. بالنسبة للحمة الكفتة استخدمت لحم خروف مدهن على الناعم مفروم مع شوي بقدونس وبصل، ما بحب كتر فيها، حطيت قرفة، حطيت فلفل أسود، كل المقادير، البهارات نص معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة فلفل أسود حلو، نص معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة بابريكا، هيدي أنا عمليتها، ومعلقة صغيرة ملح حسب كمية اللحمة، بنحط ملح. هلأ رح أدعكم سوا وجهزهم. حطيت معاها بس معلقة طعام زيت زيتون، بتعطيها طعم كتير طيب للحمة. وهيدي الكفتة بعد ما أنا كورت عم جهز انا هلأ هون الطنجرة اللي بدي اعمل فيها طبخة يخنة الكفتة. حطيت بصل مفروم مربعات صغيرة، وحطيت عليه سمنة معلقة صغيرة، وحطيت عليه زيت نباتي. هلأ بقلبهم شوي. بالنسبة للبصل حسب كمية اللحمة عنا بنحط بصل، يعني انا هون حطيت بصلتين حجم وسط، وهلأ بس يدبلوا ويقل حجمهم بالزيت رح حط الثوم وباقي البندورة والكزبرة. حطيت على البصل هلأ معلقتين طعام ثوم مقطع لمربعات صغيرة ناعمة، ورح أقلبهم سوا. حطيت على البصل كم حبة قرن فلفل أخضر حار، وإضافتهم اختياري، أنا ما بفرمهم لأنه يلي بده بس يستوي هيدا الحار بشيل وبقطع بحطه بصحنه، هيك إذا في أطفال ما رح تتضايق من طعم الفلفل. وحطيت عليهم تقريبا كوب كزبرة خضرة مفروم، وهلأ رح أقلبهم سوا. حطيت أنا هلأ هون علبة معجون بندورة صغيرة، رح أقلبها شوي مع البصل والثوم، لأنه لما نقلب السلطة شوي مع هيدي التقلاية بتعطيها طعم أطيب. رح ضيف علبة بندورة مقشرة أنا هون فرمتها، ورح أقلبها مع التقلاية. حطيت هلأ على التقلاية بهارات، حطيت فلفل أسود نص معلقة صغيرة، وكمون نص معلقة صغيرة، ونص معلقة صغيرة كزبرة، وحطيت ملح، وهلأ رح أقلبهم سوا. رح ضيف هلأ مي مغلية، وزود المي شوي، زودت المرق شوي، هلأ بس يغلي رح نزل فيه حبات الكفتة. رح ضيف معلقتين طعام من معجون التمر الهندي، وهيدي إضافته اختياري بس بيعطي طعمة حموضة للمرقة كتير طيبة. هلأ عندي اليخنة عم تغلي، رح ابدأ نزل فيها حبات الكفتة بدون طبخ، هي ونية، يعني أنا ما طبختها أو شوحتها لأنه أنا بدي المرقة تاخد طعمة اللحمة وتتسبك فيها أكتر. طبعا الكمية بترجع لقلنا. هلأ بس بخلي المرقة تغلي 3-4 دقايق، ورح خفف النار، يكملوا استوى على نار خفيفة. وأنا البطاطا قليتها وجهزتها، وهيدي البطاطا عندي مقلية وجاهزة. آخر شي بضيفها على يخنة الكفتة، بخليهم يغلوا غلوتين يتسبكوا وياخدوا طعم المرقة، بعدين بضفي تحتهم وبقدمهم، وعجنبه الرز بشعيرية. هلأ الكفتة عندي استوت والصلصة قربت تتسبك، رح ضيف البطاطا وقلبهم يغلوا غلوتين وبطفي تحتهم. وهلأ يخنة الكفتة صارت عندي جاهزة بهيدي الطريقة. يلي بدها تحمر الكفتة بالأول تحمرها، ويلي بدها تخليها تتسبك مع البطاطا وبتعطي طعمها للصلصة بهيدي الطريقة، أنا هيك بعملها وأحيانا بشوحها، هيدي أذواق. هلأ بدي أسكبها بصحن التقديم وأعمل على جنبها رز بشعيرية. ما شاء الله بتكون طرية طعمتها، والصلصة متسبكة، التمر الهندي بيعطيها طعم كتير طيب. وهيدي قرون الحار بهيدي الطريقة، لما يكون في أطفال هيك ما بيتغلبوا بطعم الفلفل، يلي بده بياخد منه بيسكب بصحنه. هيدي مرقة اللي ترسبت من يخنة الكفتة والبطاطا، شوفوا كيف ما شاء الله قوامها بهيدي الطريقة. وهيدي الكفتة بعد ما سكبتها صارت عندي جاهزة ما شاء الله، وهيدي الحبات ما فرطت بالطبخ او بالسلق ابدا، بتضلها متماسكة مع حبات البطاطا. وهيدي وصفة يخنة الكفتة مع البطاطا بعد ما سكبتها وقدمت معها رز بشعيرية.